ابدا بالبودره هي اسمها باودر 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 وافتح بوك فيها كده شويه با 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 باودر باودر باودر. المهم الباودر دي بقى بيستخدموا معاها حاجه كده اسمها بوف بوف اللي هي بيعملوا كده وكده عارف انت القرف ده فهتبقى باودر بوف باودر بوف. حاولت تفتف بقى وانت بتقولها باودر بوف. في بقى كريم انا عارف ان هو اسمه كريم الاساس اللي هو فاونديشن 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 مش عارف بقى بيعملوا بيه ايه بصراحه. كونسيلر 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 اللي هو يعني من فهمي لي يعني مش عارف بقى ده صح ولا لا اللي هو لو في مثلا حبايه مثلا خرم في وشك عايز تداريه الكونسيلر ده بيداريه. طيب عمر عبد الرحيم شاب مصري أنشأ قناة على اليوتيوب لتعليم الإنجليزية بطريقة فكاهية ومحببة أيضا بحيث يسهل على كل الأشخاص فهم اللغة وحفظها في محاولة لإيصال فكرة. الفكرة هي أن التعليم لا يجب أن يكون دائما في قالب جامد وممل وأن من الممكن استحداث أفكار جديدة للتعليم بمراحل بحيث ترسخ المعلومات في الذهن بشكل أفضل. شهور أيام سعد هيتقبض عليا إن كن هات شهور أيام سعد إن كن هات شهور أيام سعد. هبض عليك؟ لا الحمد لله الحمد لله خلعنا خلعنا. للمزيد ينضم إلينا في استوديو معلم اللغة الإنجليزية عمر عبد الرحيم. عامل مشاكل ليه يا عمر؟ والله انا مش عامل مشاكل الناس هي تعمل لي مشاكل يعني كده الشعب المصري كله هيستناك تحت البيت هينتقم منك يقول لك انت بتعمل فينا كده يعني الفكره طبعا مختلفه وزي ما احنا قلنا بتقدم او بتسهل فهم اللغه وبتحاول تبسطها لكل الاشخاص. كلمنا عن الفكره جت ازاي واكثر الفيديوهات اللي حققت نجاح. بصي يا ستي هو بصراحه الفكره جات لي في الحمام عشان بكلم بصراحه لان الحمام دايما بالنسبه لي دايما الافكار العظيمه يعني تحس انت بتاخد شاور الموضوع بيجي ما تفهمش ازاي عشان كده دايما حاطط ابلكيشن هو شاور ولا كدا. شاور والله لا فالمهم يعني لا بجد الفكره جات لي في حته ان انا طيب دخلت على اليوتيوب اشوف في الفيديوز بتاعت الناس اللي موجوده عامله ازاي الناس بتشرح ازاي دخلت لقيت ناس حاطه فيديوز جميله جدا ومفيده وكل حاجه بس بطريقه مش ممله الطريقه التقليديه اللي هو العادي. طب هو ايه الاختلاف؟ طب انا ايه اللي اختلف بينك وبين الكورس وبين اللي شرح لي في المدرسه؟ تمام؟ فحبيت ان انا اعمل حاجه مختلفه حاجه جديده وبشكل افضل مش احط عليها شويه حاجات فاني كده عشان توصل بشكل اسهل. انت دايما الحاجه لما بتوصل لك بفيلينج او باحساس عمرها ما بتتنسي. طيب انا خليني اسالك انه يعني مروه تسمح لي دائما اشغبها ولكن في يوم من الايام اتصلت بالتليفون عاوزه تسافر فقالت ذس از تذكره زرت ريزرفيشن بيفور 27 اور بس الحلم ريزرفيشن شي كان فلاي اذروايز نو وعدوها من المطار عادي صح؟ لا بس انت صدقته الكلام احيانا الشخص يعرف المفردات الانجليزيه ولكن نطقها هو الصعب. هل ايضا هي مختصه بس في المصريين ولا حتى في اللهجات الاخرى العربيه خليجيين مثلا؟ بص عشان اكون خد راحتك عشان لا ما ناخد راحتي جدا لا بص هي المشكله عندنا اكبر احنا كمصريين في حروف معينه زي البي مثلا البي في عادتنا احنا مش بنقوله اوكي التي اتش اللي هو الث او الذ فعادتنا مش بنقوله يعني عندنا في مصر لو بنت اسمها بثينه بنقولها بوسعينه وحنان بوسعينه ضيف بقى الحاجه التاتش بتاعتنا فاهمني؟ فاحنا عندنا المشكله دي اصلا في اللغه العامه اللغه العربيه بتاعتنا ما بنقولش الحروف دي فبالتالي لما نيجي نحولها للانجلش مش بتتنطق فبتعمل ميس اندرستاندينج بدل ما يقول لك ثانك يقول لك سانك فبتدي معنى ثاني خالص بدل ما يقول لك بارك يقول لك بارك تدي لك حته تانية خالص او سانكس عادي برضه او سانكس يا تخش بقى في طب هذه موجوده حتى في اللهجات مثلا الخليجيه احنا البعض يتكلم اللغه الانجليزيه باللهجه المحليه اللي السعودي يتكلمها سعودي والكويتي يتكلمها كويتي يعطيها صبغه الثوب والغتره والعقال. بص هو ده انا مش هنكره هو ده بيحصل انا بتكلم بس في الحرفين دول الثاء طب والبي بس احنا مشكلتنا كعرب بس في الحرفين هذيلا في اكبر حاجه يعني اكبر حاجه ايه تمام تخش بقى بعد كده في الحروف اللي بعد كده الاقل اهميه في الار مثلا اللي احنا عندنا في الانجليش ار فاللسان ما بيبقاش لامس اي حاجه في البق بيبقى لافف حوالين نفسه عندنا في العربي ر يعني ر يا راء يعني بتبقى ما شاء الله قويه حبتين صحيح حرف الال محتاجين ان احنا ندقل عليه الال ال ال هو احنا عندنا في العربي لا هي لام بتبقى خفيفه جدا ال تصير ال
عندنا المشكله الاكبر لما بيجي مثلا صوتين ناشفين زي الكي والاس زي ثانكس مثلا بنقولها ثانكس بنحط حاجه في بتحركها بتدلع الكلمه. طيب حاجه انت دايما بتقول اعرف الصح وخليه جواك. طب نخليه جوانا ليه لما انت بتعلمنا الصح ونقول الطريقه السليمه؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه. يعني انا دلوقتي انا لو نازل اشتري حاجه من السوبر ماركت وقلت له انا لو سمحت فين السوبر ماركت اللي هنا وانا ماشي في الشارع عادي عندنا في الشارع، هيتقال علي ايه؟ بذمتك فانا في الشارع السوبر ماركت هيتقبض عليك. فانا جوه الشارع السوبر ماركت تمام ليه؟ عشان انا بجد انا في حياتي انا عانيت من الموضوع ده، ان انا ما باجي انطق كويس عشان خاطر انشر ده كان بيبص لي بص وحش قوي قوي، اللي هو انت يا فرفور يا بتتنك علينا يا شايف نفسك علينا يا الكلام ده كله. طب عمر انا عندي مشكله مع اولادي بجد، يعني انا مدخلهم مدارس خاصه وبيضحكوا عليا ما تقولش ايباد وغيره، بس احيانا حتى انه مثلا لما يطلبوا اكاب اوف ووتر ووتر، هل هذه صحيحه ولا انه هم بي بي لا بي اوفروا مش بيأفور عليك حاجة. بص يا سيدي، هي الموضوع كله تو اكسنت، يعني هو في كذا اكسنت في الدنيا، يعني زي عندنا في العربي في اكسنت مصري، اكسنت سعودي، اكسنت اماراتي او لهجه يعني. فاكثر لهجتين منتشرتين اللي هم الامريكيه والبريطانيه. فباستخدام الكلمه دي واه في البريتش اكسنت، في الامريكان اكسنت واتر. فما فيش حاجه منهم صح وحاجه منهم غلط، هي الفكره هم اتعلموا الانترنت الانترنت هو مفيش حاجه فيهم صح ومفيش حاجه فيهم غلط، الاثنين صح بس الفكره هم اتعودوا على انهي فهم لا صح. طيب انت انا غلط اكتر يعني. الفيديوهات انا اللي بدفع فلوس المدارس. اكتر الفيديوهات اللي شفت ان الناس تفاعلوا معاها وحبوها اديني حته منها كده على طول، ما تشرحليش ادخل على طول فيها. اوكي يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي يقول لك لما باجي اطلب اكل، لو كلمتي مثلا مطعم عندنا في مصر جيت قلت له انا عايز اكل برجر، لو سمحت عايز برجر صغنن، قلت له عليه شويه تشيز كده، يقول لك ايه؟ قولي تاني كده. فلو قلت له برجر هيفهم، يديكي برجر بيشبع. انا دايما بحس ان الكلمه المتلينه دي زي برجر مثلا، برجر تحس صغنن كده حاجه زي سالي زون كده ما تشبعش. لكن برجر برجر يشبع. لا ما مالي مكانه كده. بالظبط كده. حاجه زي البامبرز مثلا. عندنا بامبرز مشهور تمام، لكن احنا بنقول عليه بامبرز. تخيل نفسك مثلا رحت للصيدليه قلت له انا عايز اثنين بامبرز فرط، هيرد عليك يقول لك ايه؟ خد الباب في ايدك، خد الباب واطلع. ده لو رد عليك اساسا. ده كان من ضمن الحاجات اللي دخلت في مصر. اكثر ما تسال عنا باللهجات ايه؟ اكثر حاجه انا اتعلم ازاي؟ الموضوع بغض النظر بقى عن بجد نتعلم ازاي؟ بص يا سيدي، هو الموضوع يعني في نوعين او مدرستين من الناس، في الناس اللي بتستريح مع السيلف ستادي زي حالتي انا يعني انا طول حياتي اعتمدت على السيلف ستادي مش على كورسز، وفي ناس بتعتمد على الكورسز ما عندهاش وقت بقى يعني وات ايفر كان الريزن بتاعهم عامل ازاي. انا سمعتك بتقول ان انت مدرسه حكوميه وانت اللي طورت من نفسك وسهلت، عملت ايه؟ باختصار موضوع ثلاث نقط، افلام، اغاني، ممارسه كل يوم. ممارسه ده معناه ان انا اقعد اتكلم، كنت وانا صغير كنت بدخل على غرف المحادثه الكلام قديمه قوي كده او لسه بال توك وياهو تشات رومز والحاجات دي كلها، كنت بخش بقى اتكلم مع ناس من العالم كله. فكنت دايما بمارس اللي انا بتعلمه، فمع الممارسه ومع الاحتكاك مع الثقافات الثانيه ابتديت اعرف بقى النطق ده بينطقوا ده كذا، ده بينطقوا ده كذا والكلام ده كله. هي تتلخص في الثلاث نقط دي. خلينا نطبق. لا قبل ما تطبقوا هو خلينا في بعض الكلمات بتبقى كيلو ونص مشوار يعني على ما تنطقها، تنطقها ازاي؟ قطعها. يعني انا لسه عامل فيديو امبارح منزله على الصفحه بتاعتي. كنت بتكلم عن ثلاث كلمات اللي هي conscientiousness. الله يسلمك. consciousnessness. طيب conscientiousness consciousness وconscience ده صيني يا عمر. خلينا ناخد اول واحده اللي هي conscientiousness اللي هو حاجه زي الضمير الحي كده. ايه فالكلمه طويله قوي. كانشين، قول كده معايا. كانشين كانشين كانشين. اوكي شس شس كانشين شس كانشين شس. طب تعالى نحطها على كتفنا. كانشين شس. والله خليك معايا. ايوه كده فوق ما يغركش البدله دي. كانشين شس. اوكي نس في الاخر بقى. ايه نس نس كانشين شس نس. الله يبارك لك.
تعرفي تقولي ال ها؟ اقول بعدين. طيب مش هتروحي جيم النهارده؟ ابدا خلاص ما حركت ال طب انت متخصص لغه المانيه او ليه فكرت ان انت ما تعملش اللغه الالمانيه وفكرت يعني فكرت في اللغه الانجليزيه وما فكرتش في اللغه الالمانيه؟ ابوسي انا لما اتخرجت الحمد لله اتخرجت الاول على الدفعه. ولازم ولكن اللي انت بتعمله فينا لازم تكون اول على الدفعه. لا مش شطار مني قوي، كانت الدفعه صغننه وبتاع، بس انا كنت بحب اللغات دايما يعني. كان واحد بس الدفعه. يعني لا مش الدرجه دي. فلما اتخرجت الكلام ده كان في 2010 لقيت ان اللغه رقم واحد او المهاره رقم واحد مش الجيرمان او مش الالماني، لقيته الانجليش. فكان السوق العمل بتاع الجيرمان يا اطلع بره مصر يشتغل في مجالين فقط، من غير كده هيبقى صعب. بالظبط، السياحه، كول سنتر، وكان الكول سنتر لسه ساعتها في البدايه في موضوع الجيرمان، فما كانش فيه اوبورتيونيتيز او ما كانش فيه فرص كتير. فلقيت الانجليش بتاعي الحمد لله كان كده كده كويس، وانا معايا هو لغتين، كنت اصلا مذاكر برتغالي مع نفسي برضه سيلف ستادي. فقلت طب خلينا في الانجليش عشان موضوع جنرال اكتر واكتر ناس طالباه وهو اكتر حاجه منتشره، ومن غيره فعلا الواحد مش هيعرف ان هو يعيش حياه كريمه يعني. عمليه السيلف ستادي او الدراسه سهله جدا جدا جدا، عايزه صبر وصبر صبر وصبر. عمر ايش اللي بدش؟ دانكشن 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 عمر، شكرا لمعلم اللغه الانجليزيه عمر عبد الرحيم، يعطيك العافيه. سمعونا والله ان اون ات ان اون ات يلا ان اون ات شهور ساعات ايام. لا ايام انا صح. شهور ايام ساعات. خلي كلمه اي دونت نو في بقك، وبلاش اي دونت نو، لا خليها اي دونت نو، اتكلم في اي حاجه كده وقول اي دونت نو وكمل عادي مفيش مشكله، بس اعجل وشك شويه وانت بتقول اي دونت نو اي دونت نو. ات شهور ايام ساعات ان اون ات شهور ايام ساعات ان اون ات شهور ايام ساعات وربنا ان اون ات شهور ايام ساعات يا خرابي ان اون ات شكرا يا عمر شهور ايام ساعات هيتقبض عليا ان اون ات يلا جو محمد اون